حتى المواصل بكره الصبح بيقوم شي السبعة ثمان، قبل ما اطلع بقول له اذا بتلعب عشان العب نايت فول قبل ما رد. بعد ما رد يعني مدام بروح البنك يعني شي 10:40 برد 10:50. سبسكرايب لو تبز الآن. سوي سبسكرايب لو تبز الآن. حتى بطاقة رمست بالصراحة. ها؟ شو تقول؟ أقول بطاقة رمس فنان بعد. وصراحة رمس سرعة 73، ديفندنج 88، فيزيكال 87. زين. تيك توك الحين مسوين كيف انك تقدر تختار الفيديوهات اللي تك عربية وانجليزية، انا حطيت عربية وانجليزية، هم الاثنين يضحكون بس. كيف ما قالوا لي؟ ما قالوا لك؟ ما ادري كيف، والله انا شفت اول ما دخلت تيك توك الحين قالوا لي. ايوه ايوه تو تو عربي انجليزي بس. انا احب الفيديوهات الانجليزيه احسن. انا حطيت الاثنين. اوف في واحد نزل في ملعب يا ريال، هبوط او هبوط في الملعب. ايه هبوط بالباراشوت تايم الدخول يا ريال. اقول لك محمد، ما دام انت قاعد تتدرب على الكوره صح؟ صار لك فتره. ايه خميس تلعب؟ بروح اشوف فيلم يا السبت يمكن لحد اجازه. خلاص ما في وقت تقدرون يعني. بس ما
لا 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 السحر رونالدينيو حبيبي هلا بدات ملعبي بعد بعد القمصان يا زين دكتني القمصان صار لي فترة بفكر اغيره ايوه تبع نفس القمصان من اول فيفا 19 لين اخر ما غير القمصان غير قمصان ما اعرف هذا صح باقين كيف يدخل الجول يا ليفربول يلعب الحين الليفر انا بدخل جيمي بدخل بشغل كورة شغل المباراة يب اخي اخترت فيديوهات خلاص شو اخترت؟ اخترت الابا يعني حق شو؟ العربي والانجليزي خلاص العربي والانجليزي ايه اكثر اثنين اهو شو الهنود والله هنود دق غصب يدخلون يشوفون جات المزق بس واحد يبتسم لك كم بركاتي This is الحارة ما يبرزر رائع في قراءة الكرة وقف يا عيني على الكرة البينية من الكروي
اوبس سحر رونالدينيو. عزيف ايه صح روبينو مات. ها يعني خلاص روبينو شو فيه ما سوى ولا شو اسمه رايكم صح؟ ما اعرفه بس انه ما يستاهل. ليش؟ موسمين بس كان اوكي. ايه خلاص لو بتلاحظ لو بتكتب الحين في ناس يعني كيف اقول لك يعني يقول لك مواهب صغيره تدمرت يعني روبينيو بلاتيلي عرفت شفت الخيانه في القائم والله هي عرفت ضربت راس ضربت العارضه والله خيانه عظمه خيانه من الدرجه الاولى ما سمعت ما سمعت شو اقول العارضه خانتني ضربت راس ضربت ايه ضربت راس ضربت العارضه هذه خيانه من الدرجه الاولى حبيبي خيانه من لاعبك احول يضرب راسه على العارضه ليش This is الحاره ماي براذر بدون خطا يحصل على الكره في منطقته والله الرئيس والله رويس والله ان رويس بطل انا مو غلطان باي عنه بس فيديو عن الكورة وانا يبقى اقوال والتم التيم بتشوف الاقوال اللي يبدأ فيه اوكي قول جهنمي حط ردة فعلك بعد جيه يعني كي مثلا لما تجيب قول مشكلة كثير تقول ما صارخ لا تعرف متى بتصارخ صدق لما تلعب في التامين تريع في التامين دخلت دخلت اسبوعين بس الاسبوع الاول تعلقت تعلق ما تعلقت في حياتي يا ريال لا دخلت هالاسبوع هذا لا هذا الاسبوع اللي بيه الحين ايه ايوه الويكند يعني الويكند الجاي ايه 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 اليوم ثلاثة اربعة خميس جمعة تلعب الجمعة صح؟ يب ان شاء الله بيكون هناك الجد يستوي سوي سوي سبسكرايب للتوزيعان نا 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 تا را 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 تا تا را 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 يا اخي الهندي ما ابا يا اخي يا اختار ازين صبر صبر يلا عندك يا اخوي بروح انا لا وش عندك تبي تنام ابد والله منزلين حلم جديد وراح اشوفه سمعته شوط المدربين عزيف هذا مرات يقول حق بارك الله بروح انام يقول ليش بقول له اياها خلاص والله عيبتني ماشي بس نزل حلم جديد والله حلم جديد والله بس راح يقول بيك بقول حق ربي بروح بعد المدرسة بروح انام ليش بتنام؟ والله ما في بس انه نزل حلم جديد والله حلو يا اخي شت والله جميلة والله جميلة يسدد جميلة يا اخي مارسيال والله بس ابيب مال العرب ماله ابا نيمار والله خاطري في نيمار انا الحين بجيب مال افكر اجيب مال مارسيال شو اسمه تشامبيون مال يورب اظن صح يورب هو مالهم صح؟ ال 85 ايوه يا اخي ما ادري ما احس فرق كبير يعني لا باخذ باكات انا بس ما باخذ فلوس يا رب يطلع لي دليالي انفورم عشان ابيع ابوه بيتغير في مذويك عشان امه كيف قلت؟ زعلت صح؟ شحت امه تغير في مزاجك عادي على الاقل حد يطلع لي فيه سوي سبسكرايب لو تمزل الان تم كرة بتضيع اي رؤية اي دقة سيرجي جنابري
بنزيما. افا اوه يتخلنا عني يتخلنا عني الحظ. خلى عنك ثاني مرة. خلى عليك عنك. خلى عنه خلك وحش. طيب ان لم شو ولا شيء. ان لم تكن ذئبا. لا الحكم يقرر تحت الفرصه بعد هذا التدخل. كون اكويرو تبا 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 مثل قوي. اعطيك والله مثل قوي انت ما تستطول حياتك. كل ما يستوي لك شيء قوله. بس كل ما يستوي شيء قوله. اوكي اوكي اكون متاته. لا شنو مثل التعبان. اعطيك مثل صح. قول دي بس يبت قول. ايه بقول لك يعني هي اللي بتقول. تقول لي يعني لا لا يعني اذا واحد سوالك شيء يعني ولا انا مثلا اتفلسف عليك ولا شيء قل لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الاسود وكلابه. لا تحسبن برقصها تعلو على اسيادها. ارسل رسالة على الواتساب احفظها. الاسود اسود والكلاب كلاب. الكلاب تنبح. ها القرحة كبار. لا تأسفن الكلاب تنبح وبتس مدري شو. الكلاب تنبح والبتس ينجح. هذا المثل من تي من 2006. خلاص مالكم حقوق. لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت الكلاب لطالما رقصت على جثث الاسود وكلابه. والله بروح عند استاذ عربي. والله استاذ عربي علمنا كيف نغازي الحريم. لما بتكلم واحد يقول انتي اناقة تتحدث باسمك وحدك. والله شي قال انا هذا عصام الشوالي. ها متعلم الغزل توب يا ريال. هل اناقتي تتحدث باسمك وحدك اناقة. انا قلت دايم. والله دايم قلت هذا اللي بيروح بيضبط واحدة بيضبط مليون مش واحدة بس. اوكي قول غبي شوي. شت الكورة يا تكي كيرف من زين يا المدافع عكس اتجاه. تيم سوي سبسكرايب لو تبذل الان يا حبيبي. يا لوتارو مارتينيز وش فيك. والله لوتارو مارتينيز قوي صح. هل فيفا ايه لوتارو مارتينيز. لا تقول لا قص عليه. قول انه مو عندك. ها عندك اياه. لا ضدك يا اخي. اسمه حلو يا اخي. لوتارو لوتارو مارتينيز يا اخي. لاحظت شيء؟ شو؟ ان المهاجمين الارجنتينيين وايد قام يطلعون لعيبة ارجنتيني. لوتارو الصراحة برشلونة بياخذ لوتارو. هي ما بيغلطون والله زي ابو. والله ابو سرعة وجسم هداف. والله مهاجم هداف سريع والله قوي ونقزاته عالية بعد. مو بس فيفا بالصدق. حتى بالصدق وحش ولا ويعدي بعد يعني شو تبغى. ست كامل فل باكج سيزن باس هذا. كنت بيب جول من تحت الجدار. فاول فري كيك. او شي يا اخي كان خاطر اسوي جنابر الاحمر. معليش سوي سبسكرايب لو تبذل الان. مارش يعطيك راشفورد وشوت وين عبرضية جميلة. اوكي what is this. This is بالحارة my brother. Oh shit. نلعب الان في الدقائق الثمانية الاخيرة
ضدي خسران 5-1 يا ريال. ما يعرف، ما يعرف سول، ما يعرف سول. يا اخي لابورت والله انه وحش، يا اخي لابورت والله انه وحش، والله انه وحش. ما اعرف كيف تدافع فيه انت، ما عيبني ابد، ما اقدر. والله انه وحش، حرام عليك والله. لو سي فيديو علي يا ريال بحصل 50,000 مشترك يا ريال. والله اوكي يا ريال، ما ادري كيف انت ما ادري كيف تدافع فيه. مس راسيب لوتارو مارتينيز، اول مره مارشيل يضرب، تكت بقول اول مره مارشيل يضرب راس عدل وراشفورد يضيع الراس. يا تشي قول فاضي، المشكله هذا اللي نرفزني، يكون قول فاضي تضيع. انا جبت راسي قبل شويه لوتارو مارتينيز. ايه تعال، نسيت انه مش اربع نجوم، تعودت على كونسيلو يا ريال. الله يحفظك كونسيلو، بعد مو كونسيلو، كونسيلو اسفي تبكف، سوي سبسكرايب لتبذل الان. يا حبيبي 6-1 للسفر. اح اوه شت، حلوه كانت. يا حبيبي روتارو مارتينيز ينقص فوق بواتينج دايم، والله بواتينج شيت. ما ابغى اعطيه روتارو مارتينيز تصدق؟ احتياط عندك احمر ولا؟ لا ما عندك احمر. يا ريت والله. انا عندي يا ايش اسمه؟ احمد تشامبيون. احمد تسلل! كان يقول السابع متسلل. دقيقة 90 كسنادو حبيبي، وقسم بالله قسم بالله لقيت واحد احسن عن جوميز، يعني مو احسن عن جوميز، يعني تاكوستا جوميز. جوميز مشكلته الاستامنة والله العظيم، والله هو هداف والله، بس استامنة والله، هداف وسريع ودربلنج ومدري كيف، استامنة هي اللي تخرب عليه. نفس انزيني، نفس مارتينيز. ايوه لا بس يا اخي ميرتنز غير والله العظيم، في شيء غلط. ميرتنز 73 بس يكمل لي جيم كامل يوصل، يعني على السامنة اخضر بس على اخر شيء هذا. ايوه السامنة، السامنة انا عبالي سترنث. اوكي اوكي اوكي، اي والله بالسامنة والله منتهي، والله السترنث عادي يا راي، بتمشي امورك فيه. اظن ال 85 مدري 86 الفور ماله عنده السامنة كم؟ 74 يمكن؟ هو السامنة مال العادي 70 70 ايه بروح جبل الانفور 71 هو زايد واحد خلاص. بس على الاقل يعني هذاك في 70 او انا بيبدا ديبالا، يمكن ديبالا السامنة مال 79 اخم. اوكي انا ما اكيد بقول ما يبني، بس في نهاية مو تشكيلتي، ما بتاسف يا اخي. ابو تيم مزويك شيء اوكي حق ويرنر حد باتل نشوف. مو بتيم مزويك غزي، هذا تيم ذا مانث حق دوري الماني. ما في 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 زين. اول 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 بلاير ذا مانث كان سمونه ليفندوسكي. لا ليفندوسكي ليفندوسكي بعدين هيرت هذاك، ما اسمه ذاك حارت ما حارت ما اعرف امه ده يخدم ريو يا اخي، قارتني بطاقته. والله وايد قوية ورخيصة بعد تدري. ايه هذه وايد قوية رخيصة بعد، يعني يسوي دور نيمار يعني. والله المشكلة شو يعني، لو جبته ما اعرف انا احطه التشكيلة، لو حطيت احتياط ما بلعب فيه، عشان كذا ما سويته. اظن اقدر اسوي الحين بنزين بعد كم كوينزا؟ 130 ترى 140 عندي 90 بس. يبقى عندك لعيبة في النادي؟ لا لا شيك شيك ايه حطيت عندي بروميس وتكوري حطيتهم، عندي ميرتنز ايجار ما ينفع، ايجار ما ينفع للاسف حطيته بس
شي عشان يغطي. وعندي سانشو والله بصراحة، ودي حط سانشو يعني. زرقنابري ها؟ زرقنابري اوه جبت سانشو اللي نزلت بطاقة سانشو 9 88 88 بيبة، بحطه في التشكيلة والله ولا شيء بينقص. رويس وويرنر بيظلوا 10 وويركر بيزيد يصير 10 معاهم والله. ديم توي فكرت فيها لما حطيته. شوف كم سعر ال دبليو دبليو؟ لا انا اقول لا، اي بطاقة نزلت كم؟ ال دبليو ال دبليو ال دبليو مال 86 يا ريال والله. ال دبليو ايوه، انا ايش حاط باي ار دبليو؟ حاليا متبارون هالاند هذا ها؟ شفت المدافع المهاجم ممكن نتكلم عنه اليوم؟ ايوه اليوم ليفربول زمان طوله 191 يا ابوي فن لعيب هذا ترى والله. عليه سترينث؟ حرام حاط له سيلفر والله. عليه حواجب؟ زين لا بس كلاعب والله حرام حاطين له والله سيلفر والله. لعيب صراحه الولد لعيب. وي 19 الحين يلعن شاتي خوفتني الله ياخذها ساعة الدعاية. خفت انا ساعة 9 This is الحارة my brother. ار ام ار دبليو ليش سمعت ار ال دبليو ما ادري ليش بس 86 بعد كان افري اقوى كيو ال جي. ايوه بس صراحه جو سانشو على شو اسمه برشلونه كان حلو تذكره؟ يب والله كان حلو والله وايد كان حلو يا اخي. اقول لك اليوم في فرق تطلع من الطوله. ايه صح نسيت ليفربول خليتني انا بقين ثاني. 0-0 للحين. شباب البي بي ان انا ايه كورة ايه كورة كورة صبر بين سبورت ها يب مشكلة حملته بيقول لي يدفع فلوس ما بحمله مع ناسا شو هذا؟ بين سبورت نقول مين شات يور ماوس والله صدق يوكو حاطين ليفربول بعد يا الله. سبسكرايب ما سبسكرايب عظيم امك انا بدخل كورة يا ريال. شوفه بيلا شوت ولا كورة ولا شيء بس مشكلته متأخر دقيقتين حبتين. ماله سكر سكر نوتيفيكيشن مال البرنامج حق المباراة بس روح على المباراة بتلاقي علامة الجرس فوق سكرها بس هالمباراة. ابطال اوروبا يا اخي برشلونة بورصة دورتموند الذين الساعة 12 22 يا ريت اليوم الاجازة والله بتشوف مباراة بكرة سيتي. الساعة 22 22 بس متى 22 ريو برشلونة 22 يعني الساعة 10 يا ريال والله بتشوف بروسيا دورتموند يا رب رويس او شو اسمه سانشو يبدعوا يا رب يا رب يا رب بشوف. صح رويس مصاب 19 صح؟ يب حاليا بسحب على ليفربول لا بروسيا دورتموند مو طالع لي يقول لي غدا باكر باكر هذا ساعة كم؟ ساعة كم؟ ساعة كم؟ ساعة كم؟ ويت الحين اليوم 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 ما في الا مباراتين اصلا تشامبيونز ليج ليفربول و فريق ثاني دورتموند متى؟ اوكي اوكي باكر دورتموند باكر ما ظن باكر في
يا حبيبي انت اللي حاسس مخي، انت اللي حاسس مخي محمد. ليه؟ اوكي يمكن هذاك الجد المعفن، بس خليني اتاكد. اليوم ما في الا مباراة زلتسبرغ مع ليفربول ونابولي وجينك، بس هاي الاربع مباريات اليوم. بعدين بكرة عندهم بكرة الساعة 12، الساعة 12 في الليل باتر، 12 الصبح الدوري الالماني. اوكي براي، صراحة دورتموند بدا فايزة كم مرة خسرت مبارتين برشلونة. لا محمد المباراة الساعة 12 في الليل. هي شفته لقيته، بس اقول يعني بشكل عام يعني الحين بعد تدري كم ساعة؟ كم؟ بعد 3 ساعات. اوكي ايوه بعد فوق عادي، بكره بتشوف ملخص، ما حد بيكون مشغل النت، بقى بروحي. اليوم بتكون اليوم في الليل الساعة 12 بتكون مباراة قوية، انتر ميلان وبرشلونة. ايه شفته، هاي لازم اشوفها الصراحة. حظك بيتقابل لوكاكو وسانشيز ومنه بعد وهاندانوفيتش وترستيجن دايم لوتارو مارتينيز كذاب. هو انتر ميلان لوتارو. اوه شيت هير وي جو اجين، الله يعينهم والله. لوتارو يا ابوي مشغل كيف جاكم اخر مرة تدري؟ ايه جاب عليهم جول اخر مرة. قوي يا لوتارو والله، الموسم مبدع والله، تألق بنجاح. خليني شكلة ضد نرفز شوي يا اخي. لوتارو مارتينيز تيم اوف ذا سيزون، اقول لك اكيد تيم سيزون. لياب جول كم جول على لياب جول على برشلونه اكيد، خلاص حط عليه الختم. اذا ياب جول، اذا ما ياب جول يمكن لا يمكن ايوه جي، يعني لياب جول او جولين خلاص ختاميه. هذه عمره 22 سنه قدامه. ايه حتى شو اسمه جيمز، شو كان عمان يونايتد، دانيال جيمز. ايوه دانيال صغير بس مبدع، ذبحنا. في بعد واحد مبدع في يونايتد بس ما لعب المباراه اللي طافت. سيديام صح؟ تعرف انه هذا لا وسط يلعب صانع العاب، بينفع يلعب مهاجم، اسمه ميسن جرينوود. 5 هجوم قلم ضعيف، يشوت بالريل اليمين واليسار في الصد، يمين يسار شوت ما عنده مشكله. هذا اللي صدق يستاهل 5 هجوم قلم ضعيفه، عمره صغير 19 بعد يمكن. هم الاثنين داني جيمز وجرينوود 19. هاي المستقبل يونايتد صدقني. وفي بعد منو دورتموند مستقبلها شو اسمه سانشو وكاسير اظن بعد صغير. لا الكاسير يبين من وين نعود فر بخدرات. بس اسمه بروح باكو. ايوه خلنا نشوف كم عمره. واسم ابوه الكسير. بروح القيصر باكو القيصر، مهرب مروج بخدرات. باكو الكسير. خلينا نشوف لعب دورتموند. تحب دورتموند؟ اوف والله مبدعين صراحة. الكاسير عمره 26 سنة. 26 زين. يعني قدامه. ثورغن هازارد بعد. مهجم ايسر ولا ايمن الحين هازارد؟ ثورغن هازارد لاعب في كل مكان. والله صدق ما عرفت له. لاعب في كل مكان، لاعب جناح يسار، لاعب جناح يمين، لاعب صانع العاب. احس الاخوان صانع العاب. احس الاخوان مبدعين يا ريال. ايدن وثورغن. ايدن عمره 28 كبير. إذن أكبر ها؟ شكله أخوه بيتألق وخلاص هو بشيء. بعليه. أخوه ثورغن 26 بس ثورغن لعبه أحسن عن أخوه الحين. ثورغن مستوى أحسن عن أخوه. الضد يضم ينسحب. إذن هزار تعرف إنه زايد 15 كيلو قبل ليد الدوري؟ إيه مبين إني شفت في فيديو. شو اسمه؟ كان دب. أنا اليوم الصبح شفت فيديو. يا ابو هازر لما يا ابو هازر ريال مدريد ما كان في واحد بعد سوى فيديو مكان في تشيلسي
وريال مدريد، ريال مدريد كان احول وتشيلسي كان صويب، كلب كان يجيب 90 والله ايوه. جرطني ده استوى دب، استوى استوى ثقيل، استوى اظن بيعتذر، بيعتذر قبل رونالدو هذيله مع انه صغير، بس اظن انه بادي امتى كريستيانو، كريستيانو مستوى طايح، كريستيانو مستوى فكر طايح. يعتزل ميسي ما اظن حاليا لا والله والله، بس يمكن هذا احسن واحد من احسن المواسم ده الفتره الاخيره، احسن موسم الاسبوع امس امس ما ادري قبل امس ما ادري اي اي مباراه 5-2 يا بثلاث اجوال، ايوه يا يا ثلاث اجوال، ومباراه قبلها بعد اظن بجولين، حصل افضل لاعب في اوروبا، افضل لاعب في العالم، افضل لاعب في امريكا اللاتينيه الجنسيات يعني، حتى في ناس اسمع افضل افضل لاعب في الدوري الاسباني وحصل انفورمين هالفيفا، لا انفورم واحد بيحصل انفورم ثاني هالاسبوع متاكدين، ثلاثة اسيست، ثلاثة جول واسيست يمكن بعد. يقولوا لك سالوا لك لعيبه وايد وايد زين، من لعب رونالدو ولا ميسي؟ مارادونا قال ميسي، فان دايك قال ميسي، روبرتسون قال ميسي، زين انا عذبهم والله فان دايك قال انا عذبني ميسي. تعرف تعرف ميسي شو قال؟ قال الحمد لله انا فان دايك مش في الدوري الاسباني، كان ذبحها اقول لك والله، قال الحمد لله فان دايك مش في الدوري الاسباني، لان فان دايك قال يمكن من اصعب اصعب خمس مدافعين لعبتهم في حياتي ميسي، قال شيء كبير فان دايك، هاي شهاده بروحها شهاده والله صدق، احسه يعني لو هو كم عمره اصلا؟ صغيره صح؟ حمد؟ ها؟ حمد؟ ها؟ شو فيك؟ سوي سبسكرايب لو تبز الآن. الآن يبحث عن استخلاص الكرة بعد ما كانوا مسيطرين عليها، حاول يسدد الكرة الماضية لكن وضعيته ما كانت مثالية، بالتالي الكرة بعيدة بدون أي خطورة. خيم سوي سبسكرايب لو تبذل الآن.
فشل الفريق ايضا في مبدا تحت الفرصه وبالتالي هناك كرت اصفر. كره خطره للويس سواريز. ماركوس راشفورد. أنطوان غريزمان. كره في مكان خطير. كره خطيره من على الاطراف. أنطوان غريزمان عنده الامكانيه هنا. غريزمان. كره لغريزمان فيها خطوره. يا الله. كره في العارضه. والحارس يشتت الكره في هذه اللحظات. غريزمان بيلعبها الى منطقه تسديد قويه بمسافه قريبه، لكن الكره بتمر، الكره بتعدي، كان ممكن تستغل بشكل افضل، بشكل مثالي في التنفيذ. حلوه الكره، الله على التصدي. خطا فادح للحارس المرمى قد يكلف الكثير. شاهدنا شوط اول من طرف واحد، هل ممكن تتغير الامور في شوط المباراة الثاني؟ ضاعت الفرصة، يفقد الكرة. تقطع الكرة من ماركو رويز. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. ممكن الفريق يستغل. سوي سبسكرايب لا تنسى الان. هذه المرة لم تمر، قد تكون الفرصة الحقيقية الأولى التي تصدى لها الحارس. معروف بتمريراته اليوم يتقن هذا الأمر بشكل ممتاز. أوهو خطأ واضح وربما نشاهد الكرت الأحمر في هذه اللحظات. بيمر من المدافع. الله على اللقطة. يا سلام على المرور. كرة رأسية كادت أن تحرك الشباك. لولا ما الذي فعل حارس المرمى؟ خطأ قد يندم عليه. لا جديد. الله على الكرة، على المهارة، على دقة غير العادية في التمرير. يفقد الاستحواذ. سيرجي جنابري يرسل الكرة في الخلف. كرة تحرك الشباك. هدف رائع. يستغل التفوق العددي ويسجل هدف في هذه اللحظات. أداء مهزوز جدا.
بجانب واحد، فرق الاهداف كبير وراح يكون من الصعب تعويضه. ماركو رويس ولعب الشوت، تصدي ممتاز. ماذا يفعل حارس المرمى؟ قد يدفع الثمن غاليا الان. ديليالي تيمو فيرنر، توقع جيد في قطع الكره، المساحه متوفره امامه لارسال كره عرضيه. سيرجي جنابري، حلو التدخل، شوف افتكاك الكره بدون خطا، تنفيذ جيد للضغط العالي. جاي ووكر مره اخرى كالعاده يقف كالجبل في هذه المباراه. كل هذه تصويبه مستحيلة، هذه الكرة خلص الحارس، أبعد هدف محقق، الحارس يتألق ويبهتها. محاولة تصويبة من مسافة بعيدة، مقطوعة كرة عثمان ديمبلي، ديليالي بيلعبها، أوهو على التصدي والرشاقة. رويس بيرسل الركنية في منطقة الجزاء، يفشل في إبعاد الكرة بعيدا عن مناطق الخطر. اعتراض للكرة، يستعيد الكرة في وسط الملعب. ماركو رويس، ممتاز التصدي من حارس المرمى، ركنية من جديد. ركنية في البوكس، حارس المرمى يتصدى للضربة ركنية ويبعد هذه الكرة. الآن بدأ العد العكسي، تتكلم عن 9 دقائق فقط على الصافرة. عند الكرة في مكان خطير، أعتقد في رأيي بأن المباراة انتهت بالفعل حتى قبل صفرة النهاية، لا يمكن أن يعود الفريق الخاسر في هذه اللحظات المتبقية من المباراة. انطلاقة سريعة بالكرة، يتقدم فيها، فرصة للتسجيل لفاردي، خلص حارس المرمى، الله على الكرة، على التوقيت، حلوة الكرة البينية خلف المدافعين. حلوة الكرة، يا سلام على البينية، راشفورد بيلعب لكرة. من على خط المرمى ابعد المدافع الان. هلو هلو عزوز، جت كم فايز في شو؟ فيفا؟ لا تقدر تشوف، بس شوف لما تشوف الفريندز تشوف كم النتيجة. ما بين خلي بدي بوصل لك يا، بس خلني خلص الجيم. بسات انصدم شوية. عن نفسي انا مسخرت لضدي. Pa 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 pa, yes Johnny, do you love me? No 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 Johnny, Azuz Azuz. Azuz Azuz, yes Hamoud, do you love me? No Muhammad. عزوز خلصت الماما؟ ها رسلت لك الواتساب وست. ما عرفت كنت بس هل شفته؟